ضمن الفئة الثانية التي تتنافس في الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعتها 23، يستعد حذيفة ومحمد رضا لدخول المسابقة. أجواء تنافسية رائعة، التقينا فيها بمشاركين من شتى يعني المدن الجزائرية. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا والجميع. نحن نتنافس في يعني أحلى وأحسن حاجة في الدنيا، هذه هي كلام الله عز وجل. إن شاء الله نكون كلنا فائزون، لأنه في القرآن لا يوجد فائز أو خاسر، بل كلنا فائزون إن شاء الله. فيما أتمت فئة صغار حفظة القرآن الكريم غمار المنافسة ليتوج 3 طلبة من أصل 15. كان تنافس كبير جدا وكانت المنافسة شديدة، فبذلك والنتائج ستكون متقاربة جدا، فلذلك لجنة التحكيم ستتخذ إجراءات في أحكام مراعاة أحكام التجويد ومراعاة الحفظ وكذلك مراعاة الأداء. لجان التحكيم المكلفة بتقييم أداء كل طالب حافظ للقرآن الكريم اعتمدت معايير خاصة في اختيار الفائزين. على الطالب أن يتقن الوقف والابتداء مثلا، أيضا أن تكون له مخارج جيدة اللي هي تسمى مخارج الحروف وصفاتها، ويقوم أيضا في الأداء، وكذلك معه أو يجمع معه أيضا حسن الصوت أو ما يصطلح عليه اليوم بالمقامات الصوتية. وتتويج الفائزين سيكون غدا في حفل تكريم خاص في اختتام الطبعة 23 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.